In the beginning, there was the idea was that we recreate the idea of Noah's Ark. كانت الفكرة منذ البداية إعادة بناء سفينة نوح ليكون المكان الذي يأتي إليه الجميع. كل البشر يمكنهم أن ينالوا الخلاص. كانت هذه الفكرة الأولى، لكن فيما بعد تعلمنا أن لسفينة نوح معنى مختلفا، ألا وهو الراحة، مضيفا معنى جديدا. Which means rest. Noah means also rest, and it's a very fitting additional meaning to the name. إذن هو ليس فقط مكانا للخلوة أو الراحة. بيت نوح هو بيت، هو ضيافة، هو حب. يقع البيت على ضفاف بحيرة طبرية في الطابغة عند سفح الينابيع السبعة، وهو يقع في نفس الأماكن التي أحب فيها يسوع أن يختلي للصلاة والالتقاء بالناس والتعليم. بيت نوح ist ein benediktinisches Projekt von allem Anfang an. كان بيت نوح مشروعا بنديكتينيا منذ البداية. في هذا المكان نحيي ذكرى معجزة تكسير الخبز. تعالوا إلى مكان بعيد، إلى مكان منعزل، وارتاحوا قليلا. يتم هنا في بيت نوح إحياء نص إنجيلي. يستطيع الناس أن يأتوا هنا ويرتاحوا من وحدتهم ومن آلامهم ومن متاعبهم. All dem was sie mitbringen hier zu verweilen. يمكن للأشخاص القادمين إلى هنا أن يجدوا جنة من الأمان والحب والسلام، كل شخص على طريقته الخاصة. إنه مكان ذو طابع روحاني عميق، وأعتقد أن كل من يأتي إلى هنا يشعر بذلك على الفور. هنا يجدون بيتاً جاهزاً لاستقبالهم. أكثر من 30 مؤسسة إسرائيلية وفلسطينية ودولية أيضاً تتعامل مع أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع، وبسعر رمزي سيتمكنون من عيش لحظات سعيدة. إن مساعدة المتطوعين الأمريكيين والألمان هي أمر أساسي. لدينا فريق يتكون من 6 متطوعين يمكثون معنا لمدة عام. يعد ذلك من أكبر العطايا التي حصلنا عليها. يرغب الشباب بمنح سنة كاملة من حياتهم لمساعدة الآخرين. إقامة بسيطة، مطبخ مشترك ومنطقة شواء وموقد للجلوس. في بيت نوح تم تصميم كل شيء ليكون الأشخاص معاً. هنا تسقط جميع الحواجز والقيود. الجميع يجد أملاً. يأتون إلينا للبقاء في هذا المكان الرائع، في هذه الجنة الصغيرة، ليعتنوا بذواتهم، ليختبروا الصمت والتأمل. هنا يجتمعون ويجتمعون مرة أخرى، يستمتعون بهذا المكان، وربما يجدون مصدر إلهام جديد لحياتهم. نقول دائما إنه من لحظة الدخول من خلال البوابة هذه إلى الأعلى يدخل البشر، وليس الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو غير المسيحيين أو اليهود أو المسلمين. هنا نرحب بالإنسان، هذه هي أول تحية لنا. ندعوكم جميعا لمشاركة ما لدينا، تفضلوا بزيارتنا.